أخبار دوري الممتاز، نروح لأخبار دوري القسم الثاني، وتقام اليوم الساعة 3:30 عصرا مباراة الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط، وستكون على النحو التالي: بترول أسيوط يستضيف ديكيرنس، موقف ديكيرنس إلى حد ما صعب، مكادي مع مصر المقاصة برضو موقف مصر المقاصة مش أحسن حاجة هي ومكادي، جمهورية شبين مع أبو قير للأسمدة، النجوم مع المصرية للاتصالات، النصر التعدين برضو موقفه صعب يعتبر يعني ضمن الهبوط مع أسوان، والمعروف طبعا أن من العشرة دول هيهبط 6 فرق من هذه المجموعة إلى دوري القسم الثاني به. كل هذه المباراة تتلعب الساعة 3:30 عصرا. نادي دمياط صعد بقارة المدرب الجديد طارق جمال إلى دوري القسم الثاني، من الثالثة راحوا للثانية به عقب فوز الرباط والأنوار على شرم الشيخ بهدفين دون رد، وهو هذا الفوز طبعا ساهم في صعود دمياط كمتصدر للمجموعة برصيد 4 نقاط من خلال دورة الترقي بالمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث. كمان صعد فريق مركز شباب سوهاج إلى دوري القسم الثاني به للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على نادي سوهاج، فوز نادي سوهاج على بهدف دون رد، يعني دي حاجة يعني أول مرة تحصل في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، كما حقق فريق المدينة المنورة الصعود عن المجموعة الأولى. طبعا صعود وهبوط فرق كتيرة جدا، هي دي متعة كرة القدم، فريق يطلع فريق ينزل وهكذا تستمر الحياة في كرة القدم. قررت إدارة نادي السكة الحديد إسناد مهمة المدير الفني إلى تامر رياض المدرب العام بعد استقالة الكابتن أمير عزمي مجاهد عقب احتلال الفريق المركز السادس برصيد 37 نقطة وتضاؤل خلاص فرص الفريق في الصعود، ويتبقى 4 مباريات للفريق هتقام في خلال شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم طيبين.